يساندها حاجز سماه السكان حاجز المداجن. بدأت تحضيرات الثوار لبدء معركة هدفها السيطرة على الكتيبة وقطع الاتصال بين معسكرات جيش النظام بين إدلب وحما. وصلت أسلحة الجيش الحر الثقيل إلى المنطقة، ثم كانت المعركة. حركة حزم والجبهة الإسلامية وفصائل أخرى شنت هجوما شاملا في وقت واحد، بعد تمهيد وصف بالعنيف بالدبابات والمدافع، لتستمر الاشتباكات قرابة أسبوع. يسقط حاجز المداجن ويمشطه عناصر الثوار، يتقدمون باتجاه الكتيبة بمعنويات أعلى. تحاول دبابتان تابعتان لجيش النظام الهروب من الكتيبة. يطبق الثوار الخناق عليها وتبدأ عملية الاقتحام. سيتم الآن اقتحام الحاجز بعد هروب دبابتين من هذا الحاجز. بلدة مورك، ريف حماة الشمالي. الله أكبر، الله أكبر. يدخل الثوار الكتيبة وسط فرحة عارمة، يغنمون عددا من الدبابات وأنواع السلاح الأخرى بعد مقتل عدد من عناصر جيش النظام وهروب آخرين، لتسقط الكتيبة في يد الثوار. الله أكبر والعزة لله. حركة حزم، نقف الآن على استراد حلب دمشق الدولي بجانب حاجز مورك كتيبة الدبابات. على عجل يعيد الثوار ترتيب صفوفهم، تزيدهم الغنائم الجديدة قوة. يستقبلهم سكان البلدات المجاورة وقد تخلصوا من أصوات القصف تنطلق من كتيبة مورك في اليوم، لتتجه أنظار الثوار نحو خان شيخون لمتابعة الزحف شمالا في معركة جديدة وقصة بطولة جديدة يخوضونها مرة أخرى.